مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج لوجه الله. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفى محمدا من بني هاشم. واصطفى الله عز وجل شهر ربيع الأول الذي ولد فيه خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عام الفيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وصار جميل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد ما خلقت في السماوات، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد ما خلقت في الأراضين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد ما بين ذلك، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ربنا بعدد ما أنت خالق. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إنها ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الذي بمولده تغير العالم بأسره. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. فإذا ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نورا وهدى وضياء ورحمة للعالمين. اختلف الفقهاء والمؤرخون في تحديد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الزمان والمكان، بمعنى في أي بيت ولد، لكن الثابت عند الجميع أنه ولد في مكة المكرمة. والخلاف في تحديد الزمان في أي شهر ولد، فمنهم من قال في ربيع الأول، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في صفر، ومنهم من قال في رمضان. واختلفت الروايات اختلافا كثيرا، ولا يوجد إجماع بين المؤرخين على تاريخ بعينه، لكن الأمة تلقت هذا التاريخ اللي هو ربيع الأول بشبه تواتر، فنقل من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أمة، فلا بأس أن يعمل بذلك طالما أن الأمة تعارفت واتفقت على ذلك. وبذلك ارتبط شهر ربيع الأول بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن نتحدث عن ميلاد رسول الله في ربيع، وميلاد رسول الله هو الربيع صلى الله عليه وسلم. وأهم ما يلفت الأنظار أو ما يدعونا للانتباه، أنه حال الدنيا قبل ميلاد رسول الله
وحالها بعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت الذي لا خلاف فيه أن الدنيا تغيرت بمولد رسول الله، حتى وإن اختلف المؤرخون في تحديد زمان المولد، إلا أن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ولم ينزل من السماء، ولد لأب وأم، معلوم نسبه صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب، أبوه عبد الله بن عبد المطلب. ليس كحالة سيدنا عيسى مثلا، ولد لأم بلا أب، وليس كحال سيدنا آدم بلا أب وبلا أم، إنما الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ولادة طبيعية كما ولدنا نحن. والثابت أن بمولده تغيرت الحياة. ففي العلماء أيضا مختلفين هل هو ولد ليلا أو نهارا، لكن الثابت أنه ولد ليلا، لأنه إحدى النساء وهي أم عمرو بن العاص روت لهم أنها شهدت مولد آمنة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان في ليلتها نور، رأينا نورا ما عهدناه من قبل. طبعا كانوا لسه الكفر كلهم على الكفر يعني. فبحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده يعني حدث أحداث غريبة في الكون. المسجل والموثق منها أن السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم الرسول، أم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يجوز لنا أن نقول عليها رضي الله عنها لأنها ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. السيدة آمنة تقول: رأيت نورا أضاء ما بين المشرق والمغرب. فرأته في اليقظة أو في المنام، مش الموضوع ده، لكن الموضوع أن هي كان الميلاد بالنسبة لها حدث غير عادي، وهي روت ذلك. تصدع عرش كسرى، حصل في شرخ، ودي كانت برضه من علامات يعني ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما هرقل أيضا في وقته حدثت عنده أحداث، فأول له البصاصين اللي هم بتوع قراءة السماء والنجوم وكذا، العرافين يعني. قالوا له يعني إيه، لعل مولودا ولد، زي ما حصل مع سيدنا موسى في عهده أيضا مع فرعون. الشاهد أنه ميلاد رسول الله حدث غير عادي، ولا يصح أن يمر على المسلم هكذا بشكل غير عادي. والسؤال المتكرر يا أستاذ أكرم دائما، وأظن أنه سيأتينا يعني، اللي هو بقى إيه مسألة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا إخواني الكرام، إذا كان حضراتكم فاهمين أن الاحتفال بهذه الصور التي نراها من الحضرة والناس اللي بتتمايل يمين وشمال ويعلو صوتها بكلمات وينخفض بكلمات، وربما يستخدمون بعض الأدوات الحادة يشقون بها وجوههم أو أي شيء، المهم لو أنتم فاهمين ده فعلة المولد كما يفعل البعض، فهذا بدعة وهذا ضلال، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليه، ولا يليق أصلا أن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة المشينة المسيئة له. أما الاحتفال بمعنى الإحساس بالبهجة والسرور والسعادة، ويتحول هذا الإحساس يترجم إلى قيام ليل، إلى صيام نهار، إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته العترة، إلى الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احتفال أيضا. يبقى إذن هذا جائز ولا شيء في ذلك.
وتجمع الأسرة الواحدة أو يتجمع العائلة الواحدة الحديث عن رسول الله، هذا جائز طبعا. نعم. فيعني ولما لا، ده نعم. جائز في كل الأوقات. نعم. طيب فكرة بقى ارتباط حلوى المولد بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي بدعة، هل هي شرك، هل جائز أن نشتري حلوى المولد أم لا؟ طبعا هذه أسئلة يصدرها البعض عشان يعكنن علينا بس في فرحتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما مش مقصود من وراها غير العكننة بس يعني. لكن طبعا ناكل حلاوة المولد، الحمصية والسمسمية والسودانية وحتى يرسخ هذا المفهوم في لدى الأطفال الصغار فضيلة الشيخ، نفرح ونجيب ونشتري. لكن خدوا بالكم بقى، في فرق ما بين ان احنا بنحب الحلوة وبنشتريها سواء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيرها. الحلوة حلال عموما يعني، حلالها حلال يعني. وفرق ان احنا نعتقد، خد بالك بقى هنا بقى المشكلة، انك تعتقد ان الحلاوة بتاعت المولد فيها بركة وان فيها ثواب اكبر من حلاوة شهر اكتوبر او شهر مثلا مايو. خد بالك هذا اعتقاد خاطئ طبعا مما لا شك فيه. يبقى الاعتقاد غلط، لكن بتحب الحلاوة كل الحلاوة، والحلاوة دي ما بتتعملش غير في اليومين دول، خلاص هاتها يا عم وكلها. يعني نفسنا فيها والله، اشتقنا اليها والله. خد بالك ازاي. فاذا يعني لا بأس ان ترتبط بعض المناسبات الإسلامية ببعض الحلوى، زي كده هنا في تركيا بيعملوا العاشوراء، في عاشوراء بيعملوا لها حلوى كده طبق عاشوراء زي مصر، عندنا في مصر برضه بس هنا مجودين شويه. هنا مش عاملين حلاوه المولد للاسف يعني، واخد بالك هناك في مصر عاملين فما فيش مانع ان ترتبط بعض المناسبات الدينيه بالحلوى، ايه المشكله يعني؟ واخد بالك ازاي؟ فلا باس في ذلك يعني. يعني احنا بنعمل كحك والبسكوت في العيد الصغير، طب هو النبي كان بيعمل كحك وبسكوت؟ ما حصلش. فهي يعني لا داعي ان احنا نتشدد في مواضع ليس فيها تشدد. كلوا واشربوا هنيئا، ووسعوا على اولادكم، وفرحوا اولادكم، وتذكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ.